ضحايا فاجعة الموصل الذين قضوا غرقا لا يزال بعضهم لم يتم انتشال جثثهم وآخرون لا يجدون قبرا يؤويهم. تحدث رجل عن مأساة أخرى تلاقي أهالي المدينة بسبب طلب مبالغ كبيرة نظير دفن ضحاياهم، فنشاهد. عندك أنا عندي أربعة، اثنين من أصدقائي واثنين جيراننا. أسا قطيع أمورهم تعبانة، زين هذول أسا لحد الآن مفقودين، هاي من الساعة 7 ولحد الآن ما لقيناهم. مفقودين لحد الآن. تكلفة دفنهم إيش قد؟ أخي أنا قبل بالعاشر 10 و11 و12 دفنت أعمامي وعماتي، أروح على المقبرة مال التلفزيون، يريدون 300. تبازرهم وهذه من هنا وصلت من هنا 250,000. زين هذا المفجوع فجعة الموصل صارت اليوم، عنده سبعة عنده ستة على 250,000. هذا ما عنده إمكانية. أهل الغيرة، أهل النشامة، يا شيوخ العشائر، ترى ناس توجهوا على المقابر، ناس ما عندها حق الدفنة ما عندهم، حق لقمة ما عندهم. يا أهل الغيرة، يا أهل الشيوخ، يا مسؤولين، ترى ناس ما عندهم، توجهوا على المقابر، ترى القبر حيحفرون 250-300، ناس ما عندهم. ها؟ يا المنظمات، يا المسؤولين، يا أخي لا. الطيارات الأمريكية مليانة القصر.